بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نشرح الأعطال ماطور المي من مشاكل السحب مالته. الماطور ينقسم إلى قسمين، قسم كهربائي اللي هو بيه الملف، وقسم ميكانيكي اللي هو بيه الخنزيرة كاملة ما تسحب. بالنسبة للأعطال الكهربائية، نوبات الماطور ما يشتغل إلا فرة، هذا معناته احتمال كونديسر ما تعاطل نبدلها، إذا اشتغل اشتغل، إذا ما اشتغل معناته مشكلة بالكويل. والمرحلة الأخرى شوف الماطور يفتر فرطة ضعيفة مو فرة قوية، هذا معناته دمج بالكويل، هذا ما يصعد مي. نجي على أعطال الخنزيرة، هاي الخنزيرة نشوفها بها عدة شغلات داخلها. نجي على مرحلة، أول شيء نتأكد بأنه الصندة اللي ساحبين بها مي ما بها أي ثقب، إضافة للأبي مالنا ما بها أي ثقب. هسه إحنا مشكلتنا بس الماطور، هنا لازم نعرف بأنه هنا ماكو أي انسداد، نوبات علاقة وصخ تنحشر بالزبانة مالته اللي مشكلة هناية، فاسد لنا اياها، فننفخ ونشوف يطلع الهواء ولا لا. اذا طلع الهواء اوكي، ما طلع الهواء معناته اكو انسداد. وهنا عندنا سيتول داخلي، هذا نوبات، هذا السيتول يحشر يسد الفتحة مالته فما يسحب الماء. هاي مرحلة. المرحلة الثانية نتأكد بانه هذا الغطاء مالته موضوع بالشكل الصحيح، شوف هذا التأشيرة هاي دائما تكون لي فوق. المرحلة الأخرى نتأكد من البشارة، هاي بشارة السحب، هاي فعلها فعل ناعور المي، يرفع لنا المي. نفتح ذن البراغي نشوفها مكسرة ولا لا، إذا مكسرة نبدلها نفس النوعية، أكو نوعيتين، نوعية ثخينة ونوعية خفيفة، هاي لازم نتأكد من عدها. بعد هاي نشوف نوبات الماطور يذب منا يا مي تقطير، هذا معناته عطل بالشبنه مالته، الشبنه مالته هذه صايره قطعتين، هاي قطعه داخليه وهاي قطعه تصير فوقها، فهاي الشبنه هم راح تاثر لنا على سحب المي. فلازم هذني الشغلات كلها نتاكد من عندها حتى نعرف ماطور مالنا يسحب مي ولا لا. وشكرا.